اللي هي 200 فرنك ديت محمد الخامس برضه 1953 ميلادي 1372 هجرة، انتداب فرنسي برضه مصنوعة من الفضة عيار 720، الوزن بتاعها 8 جرام، عدد القطع 10 مليون قطعة. سكت في فرنسا باريس وتعمل دي من حوالي 30 دولار وأكتر حسب حالة العملة، طبعا لازم تكون أنصح، وممكن توصل ل 50 دولار ولو مقيمة ممكن تعمل 70 و80 دولار حسب درجة التقييم ودرجة الأنصح بتاعة العملة. طبعا العملة لو جديدة بتعمل أسعار كويسة لأن بتغري الزبون وبياخدها يعني، والعملات دي كويسة جدا. في عملة 500 فرنك محمد الخامس 1956 ميلادي 1376 هجري، مصنوعة من الفضة عيار 900، الوزن بتاعها 22.5 جرام، وعدد القطع بتاعتها 2 مليون قطعة. سكت في فرنسا باريس، ودي تعمل من حوالي 50-60 دولار، توصل ل 70 دولار وأكتر حسب حالة العملة لو مقيمة لدى شركات التقييم، ممكن تعمل أكتر من كده لأنها معروضة على موقع إيباي بأكتر من المبلغ ده. إنما لو تباع في الأسواق عندكم أو الكلام ده كله، أو تباع في الأسواق في مصر أو الكلام ده كله، مش هتجيب الأسعار ده يا جماعة، وأنا بقول عشان تكونوا عارفين. إما بقول 50 دولار أو الكلام ده كله مش هتتباع بالمبلغ ده خالص في أي سوق، تمام؟ بالنسبة لعملة خمس دراهم، خمس دراهم ديت الحسن الثاني 1980 ميلادي 1400 هجري، ومن النحاس والنيكل، الوزن بتاعها 12 جرام، وعدد القطع بتاعتها حوالي 10 مليون قطعة، ودي ممكن تعمل من حوالي 7 دولار وممكن توصل ل 10 دولار وأكتر من ذلك حسب حالة العملة وحسب السوق والطلب طبعا. ولازم تكون العملة زي ما قلنا، حاول تنظف عملتك، في فيديو للتنظيف بتاع العملات عشان ما تفقدش قيمتها ولا تجنزر ولا تغير لونها ولا تخس من وزنها، في الفيديو اتبع التعليمات بالظبط علشان ما تفقدهاش خالص. في عملة 150 درهم، 150 درهم دي الحسن الثاني، الذكرى العشرون لتتويج الملك الحسن 1981 ميلادي 1401 هجري، ودي من الفضة عيار 925، وزنها 35 غرام، عدد القطع منها 3000 قطعة فقط وحوالي 300 قطعة بروف، ودي مطلوبة وتعمل من حوالي 70 دولار وتصل إلى 100 دولار. بيع المواقع، بيع جروبات، انا بقول لك اي شيء، عملات قديمه، كل شيء، طوابع، سبح، ساعات، موبايلات، كل شيء قديم جديد اعرضه، مش شرط هنا في مصر، في كل مكان في العالم اعرض على الاسواق، على المواقع زي علي بابا، كم اسواق اوليكس، امازون، السوق مفتوح، انزل القاهره سوق ديانا بنفسك كل يوم سبت، في الاسكندريه كفاصيل محطه مصر كل يوم اربع، في المنصوره، في الشيخ حسنين. لو انت مش من الاماكن دي انا هسيب لك كل شيء في الوصف، سيبه اكتب في جوجل شركه فاصل للشحن وجا بحر، ولو اجي ابني اكتب شركه رابيدو للشحن، في جروبات كتير للتقييم والبيع مباشر بكم فيها مزالب بالجيميل بتاعك، وفي كل شيء موجود، وجروب فيكتوريا وحاجات كتيره موجوده، اعرض وانت كده كده المستفيد الواحد.